بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلام الله حياكم والعين ترعاكم، فإن غبتم عن النظر فالقلب لن ينساكم. سعيدة وأسعد دائما بلقياكم مستمعي الكرام، وهذه المرة مع نفحة إيمانية. نعم، نفحة إيمانية مع شهر رجب. رجب في اللغة مأخوذ من رجب الرجل رجبا، أي هابه وعظمه فهو مرجوب، وسمي بذلك لتعظيمهم إياه في الجاهلية عن القتال فيه ولا يستحلون القتل، والترجيب أي التعظيم، وله أسماء أخرى كمضر وغيرها. فشهر رجب هو الشهر السابع من شهور السنة الهجرية، وهو أحد الأشهر الحرم التي قال الله عز وجل فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، سورة التوبة. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره: خص الله تعالى الأشهر الحرم بالذكر ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها، وإن كان منهيا عنه في كل الأزمان. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي الاثني عشر. وللإشارة، فالأشهر الحرم أربعة: ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، ثم رجب. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل لشهر رجب مزية على غيره من الشهور؟ قال بعض العلماء: ينبغي ألا نخص شهر رجب إلا بما خصه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، أنه شهر محرم يتأكد فيه اجتناب المحرمات بعموم قوله الله عز وجل في الأشهر الحرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لذا يقول العلماء: بالنسبة لصيام رجب يبقى يوم الاثنين والخميس وصيام الأيام البيض كسائر الشهور. ومن باب التذكير، فصيام الأيام البيض لشهر رجب 1440 الموافق لشهر مارس 2019 يبدأ بإذن الله يوم الأربعاء والخميس والجمعة الموافق للعشرون والواحد والعشرون والثاني وعشرون من مارس 2019. إن استطعت فكن من قوافل الصائمين، وإن لم تستطع فذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأجمل ما قاله أحد السلف: رجب كالريح، وشعبان كالغيم، ورمضان كالمطر. فمن لم يزرع في رجب ولم يسق في شعبان، فكيف يحصد في رمضان؟ نعم، شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر السقية، وشهر رمضان شهر الحصاد. ففي رجب يجب أن ننتبه، فرمضان على الأبواب فلنفق من غفلتنا، وشعبان على الأبواب فلنستعد لنعود أنفسنا على الطاعات حتى نعتاد عليه في رمضان. وفي رمضان يجب أن ننطلق بسرعة نزود الطاعات، فالتنافس جميل وشديد على الجنة. فاللهم بارك لنا في رجب، وبارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان. مستمعي الكرام، إذا أعجبكم هذا الفيديو فلا تنسوا الاشتراك في قناتنا ومشاركتكم هذا الفيديو مع أحبائكم وأصدقائكم وأسركم، ودمتم في رعاية الله وفي أمان الله. إلى اللقاء.